ولمتابعة تطورات الحالة الجوية في خلال الأيام القادمة. نستضيف عبر الهاتف السيد أسامة الطريفي، مدير العمليات في شركة طقس العرب. سيد أسامة، صباح الخير. صباح الخير. نعم سيدي، ما هي توقعاتكم للحالة الجوية في الأيام المقبلة؟ نعم، يعني ربما أبرز ما يميز الطقس خلال 48 ساعة القادمة يومي الأحد والاثنين هو حدوث نشاط لافت على الرياح الشرقية. هذه الرياح الشرقية بالعادة بتعمل على يعني زيادة الإحساس بالبرودة بشكل واضح، خاصة خلال ساعات المساء والليل والصباح الباكر. اليوم الرياح الشرقية رح تنشط بشكل أكبر في المناطق الجنوبية، فبالتالي ممكن تكون الحرارة المسجلة في الجنوب مثلا 18 درجة مئوية، لكن شعورنا بالحرارة رح يكون أبرد من ذلك بكثير. يوم الاثنين رح تنشط الرياح الشرقية في المناطق الشمالية والوسطى والعاصمة عمان، فبالتالي يوم الاثنين هناك برودة إضافية بالأجواء في مختلف مناطق المملكة بفعل نشاط الرياح الشرقية. أيضا مع ساعات مساء الاثنين وليلة الاثنين والثلاثاء هناك يعني حالة من عدم الاستقرار الجوي رح تأثر على المملكة. بالدرجة الأولى المناطق الشرقية، المنطقة الحدودية مع العراق والمملكة العربية السعودية، تمتد على فترات لفترات وجيزة إلى المنطقة الشمالية والوسطى بما فيها أجزاء من العاصمة عمان، لكن ما نتوقع تكون الحالة يعني قوية أو شديدة، هي فقط عبارة عن فرصة لبعض الزخات الرعدية خلال ساعات مساء الاثنين وليلة الاثنين الثلاثاء. كما تتركز هاي الأمطار في المنطقة الشرقية بتمتد لفترات محدودة إلى المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى بما فيها العاصمة عمان. ما بعد ذلك يعني اعتبارا من الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع هناك انخفاضات متتالية على درجات الحرارة، أجواء باردة، هناك أيضا يعني احتمال تجدد فرص الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع خاصة يومي الخميس والجمعة بفعل اقتراب كتلة هوائية باردة من المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي. فبالتالي كملخص يعني رياح شرقية نشطة باردة الأحد والاثنين، حالة من عدم الاستقرار الجوي مساء الاثنين وصباح الثلاثاء، وهناك كما ذكرت كتلة هوائية باردة وربما تجدد في الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله. نعم سيد أسامة، يعني كان في تحذيرات بسبب التغير المناخي عن تغير نمط الهطول المطري بأنه بهطول مركز بفترة قصيرة بمكان واحد وربما يتسبب بتشكل السيول التي يعني الظاهرة التي شاهدناها في بداية هذا الموسم في الأردن وفي عدد من الدول العربية. هل نتوقع هذه الحالة في حالة عدم الاستقرار الجوي التي ذكرت حضرتك منذ قليل يوم الاثنين في منطقة الحدود العراقية والسعودية وانتشارها وامتدادها إلى مناطق أخرى في المملكة؟ نعم، يعني في البداية لا يمكن الحكم عن تغير مناخي بسبب يعني حالات جوية حدثت في عام واحد، يجب أول شيء تراقب هذا الأمر لعدة سنوات تصل لـ20 و30 و40 سنة. نعم. نحكم على تغير مناخي. الأرشيف المناخي الأردني لسنوات سابقة يعني يظهر ويوثق حدوث حالات جوية ماطرة بغزارة في المنطقة الشرقية والجنوبية خلال الأعوام الماضية وخلال 50 سنة الماضية، فأعتقد أن ما يحصل يعني قد يكون نوعا ما طبيعي لكن يحتاج مراقبة خلال الأعوام القادمة. بالنسبة لتوقعاتنا لمساء الاثنين، نعم قد تكون هناك بعض الزخات الغزيرة لكن غالبا في مناطق يعني غير مأهولة بالسكان في المناطق الشرقية في مناطق جدا قريبة على الحدود مع العراق، عدا عن ذلك المناطق الوسطى والشمالية لا نتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أبدا، هي فقط فرصة محدودة لبعض الزخات الرعدية في شمال ووسط المملكة، وقد تكون مثلا فرصة في بعض المناطق هي غير موجودة فقط من باب الاحتمال يتم ذكرها، لكن تتركز الأمطار في المنطقة الشرقية. نعم أسامة الطريفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا وأنت مدير العمليات في شركة طقس العرب. بكل الأحوال نتوقع في خلال الأسبوع القادم حالة عدم استقرار جوي وانخفاض على درجات الحرارة، خلال اليوم ويوم غد هناك رياح شرقية تزيد من الإحساس بالبرودة. نتمنى من الجميع أخذ جميع احتياطات السلامة أثناء الهطول المطري والابتعاد عن مجاري الأودية وتشكل السيول.